معكم طلاب الرابع اعدادي وعدنا اليوم ان شاء الله من يونت 6 لسن 6 الدرس السادس من يونت 6 بالمنهج الجديد 2024. طبعا هنا صوره الكتاب واذا تتبع وياي بالملزمه فاحنا بالملزمه في صفحه 142 حتشوف بالملزمه الناس مترجم، حرجع لك ملزمه بعد شويه لان انا اساسا شرحي على الشاشه هو صوره الملزمه. بس عدنا اليوم هنا Take my advice، خذ بنصيحتي. منو هذا اللي ينصحنا؟ هذا ابراهيم، فيتنس ترينر، مدرب مال فيتنس لياقه وجيم وكذا وعضلات. الشغله وين طلاب؟ الدرس غير مطلوب كسؤال وجواب للامتحان التحريري، لكن بمفردات ومعاني مهمه. فقلمك بيدك واشر وياي سواء على كتابه ودفتر ملاحظات. ابدي وياي. هنا دي يقول ابراهيم دي ينصحنا تبع. If you want to be fit، إذا تريد تكون عندك لياقة and healthy يعني صحي، صحتك جيدة وعندك فتنس لياقة، you need to take regular exercise، لازم تتمرن بانتظام. regular exercise يعني تمرين منتظم، regular منتظم. رح يعلمنا اليوم بالدرس إنه regular منتظم، الصفة منتظم، عكسها الريجلر، وهذا الشيء المهم جدا عندنا اليوم. مفردات كلمات معانيها معاكسها راح نشوف شلون بعد شويه من نرجع على الملزمه. There are many ways، هناك عده طرق. You can do this، تقدر تسوي هذا الشيء. For example، مثلا You can go to a gym، تروح للجيم، and follow an exercise program، تتبع برنامج تمرين مو مخربط. You can go walking or cycling، وحتى من تروح لا تروح بالسيارة، روح مشي أو cycling يعني بالدراجة على البايسيكل، أو take up a sport. ليش دي يريدك تروح walking مشي أو cycling؟ كأنما تسوي إحماء قبل ما يبدي التدريب. Or you can take up a sport، تقدر تبدأ برياضة before you begin، قبل أن تبدأ. There are some things you should think about، شوف النصيحة، you should think about، أكو أشياء يجب أن تفكر فيها. First، أول نصيحة، you need، أنت تحتاج to find، تجد، إيش تجد؟ You need to find something that you are fairly sure you will enjoy doing، يعني اختار فد شيء انت يعني تقريبا تعرف نفسك شور متاكد انه انت راح تحبه تستمتع به. enjoying doing it يعني مو شيء تختاره هو ممل، اختار شيء تمرين راح تستمتع به. If you don't enjoy the activity، اذا ما تستمتع وانت دا تتمرن، you will give it up in a few weeks، كم اسبوع راح تبطل. give up يترك، يستسلم، يبطل. I also suggest، اقترح عليك that you exercise، تتمرن with a friend، أن تتمرن مع صديق. There will be time when you don't feel like exercising، دقيقة، ليش تتمرن مع صديق أفضل؟ There will be times، راح تجي أوقات when you don't feel like exercising، ما عاجبك تروح. But if you know، بس أنت من تدري أن your friend is waiting for you، صديقك ده ينتظرك، you will not let your friend down، ما راح تخذل صديقك وتعوفه ينتظر وحده. You will go، راح تروح. Finally، if you do the same thing all the time، إذا تسوي نفس التمرين طول الوقت، you may get bored، راح تشعر بالملل. Try to find different ways of getting exercise، عدة طرق للتمرين، حاول تجد عدة طرق للتمرين. Find، تجد. For example، مثلا go swimming one day and walking the next، يوم سباحة يوم مشي، يعني نوع. The second thing، الشيء الثاني I want to talk about، أريد أحكي به، is sports injuries، الإصابات. Sports injuries، إصابات، جمع إصابة، injury بالواي تصير IES. These can be extremely painful، الإصابة بالتمرين مؤلمة، and difficult to cure، وصعبة العلاج. Of course accidents can always happen، طبعا الحوادث ممكن تحصل، لوت رجلك، لوت إيدك، وقعت، and people will get injured، والناس تصاب، هذا شيء مؤكد، in any sport، بأي رياضة. But lots of injuries، الكثير من الإصابات need never happen، يعني شنو؟ يعني لازم ما تصير هواية إصابات، يعني لازم نتجنب الإصابة. They happen because people are careless، الإصابات تحدث لأن الناس careless، careless عكس careful، careful حذر، careless يعني لا مبالي.
and don't follow proper safety procedures. يعني لازم يتبعون طرق السلامة. If you want to avoid injuries, إذا تريد تتجنب الإصابات, you will take my advice. أخذ بنصيحتي. شلون؟ I have 4 pieces of advice. عندي 4 نصائح. طبعاً كلمة advice نصيحة لا تجمع. ما يصير أقول advices خطأ دير بالك. بس من أرد أجمع نصائح أقول pieces of advice. Pieces of advice. فهنا I have 4 pieces of advice. عندي 4 نصائح. First الأولى. It's very important to warm up. ضروري الإحماء. Before you begin, قبل أن تبدأ, exercising التمرين or playing a game أو حتى تلعب الرياضة. You can do this by running on the spot. يعني هرول بمكانك, أركض بمكانك. Spot مكان, نقطة معينة. Then stretching, stretch الشد, تبدي تمرن عضلاتك. Stretching to prepare your muscles, تبدي بالstretch يعني الشد, الإرخاء حركات معينة على مود تهيئ المسلز العضلات. Next, النصيحة الثانية. Wear the right clothing and safety equipment. يعني ارتدي الملابس المناسبة ووسائل السلامة. Safety equipment. Equipment معدات. اللي هي جاية هنا. Safety equipment معدات السلامة. وسائل السلامة. For example, مثلا. ايش تقصد؟ اكو العاب. تزلج. حركات رياضية معينة. بها خطورة عليك إذا توقع. لازم تلبس باد. باد للشنو؟ للأرم وللني للركبة. الركبة يعني شون؟ شون وسائد تحميها. مثل بلعبة الرولر بليد. هاي من يتحرك يوقع هواية. فلازم شنو؟ أكو باد اللي هي الوسائد, وسائد حماية. Wear knee الركبة and elbow pads. pads اللي هي الوسائد مثل ما قلت لك. مثلا if you are roller blade اللي هي اللعبة اللي قلت لك بها رح توقع هواية وبحركتك احتمال تنصاب. Thirdly, ثالثا, many people want to do too much. هواية ناس يريد تسوي هواية بالبداية at first. يعني خلي بسرعة أتمرن, خلي أسوي كذا كذا على مود بسرعة جسمي يتعدل وعضلاتي تصعد. Don't be impatient. لا تكون قليل الصبر. حط الكلمة بدائرة. Patient صبور. Impatient يعني قليل الصبر. Move on to new and more difficult exercises slowly. يعني انتقل وتحرك بالتمارين من السهل إلى الأصعب. Slowly ببطء. Difficult صعب. Slowly ببطء. Finally وأخيرا, pay attention. Pay attention, انتبه. ودير بالكم ماضي pay, P-A-I-D, ما بيها E-D. Pay attention, انتبه واهتم to what your body tells you. جسمك اش دا ينبهك, اش دا يقول لك, اش دا تحس, تعبت, عطشت, لازم تنتبه. يقول هنا, for example, مثلا, always have water with you. دائما اخذ وياك مي بالتمرين. Because you will get thirsty, راح تعطش. You can get dehydrated quickly. يعني شنو dehydrate؟ عكس hydrate. Dehydrated جفاف, تجفيف. يعني ينشف جسمك, تعطش quickly بسرعة. When exercising أثناء التمرين. Oh, I nearly تقريبا forgot. أنا نسيت أقول لكم a fifth piece of advice. النصيحة الخامسة. You will often hear people. Hear طلاب يسمع. والماضي والتصريف الثالث مال الفعل hear يسمع. بس جي ما بيها ايدي. Here تسمع people الناس say تقول that exercise should be painful. التمرين لازم يكون painful. طلاب pain ألم. Painful صفة مؤلم. وهذا راح ندرسه باليونت. إذا painful التمرين لازم يكون مؤلم. إذا ماكو ألم أنت كل شيء ماكو. كل شيء ما محصله من التمرين. No pain, no gain. إذا ماكو ألم ماكو إنتاج, ماكو تقدم بالتمرين. They are wrong. ذولا غلطانين. If the exercise you are doing is painful, ترى إذا التمرين اللي دا تسويه painful, دا يوجعك, دا يألمك, you ought to stop right away. لازم تتوقف. Stop right away and give your body time to rest. تتوقف وتعطي جسمك وقت للراحة. طلابي هذا قريته على مود المعاني. هذا ما يجي عليه سؤال وجواب. لعد شغل الامتحانات وين؟ ننتقل للملزمة. مثل ما تشوفون هنا بالملزمة عندنا معاني الكلمات اللي قريتها ترجمة كاملة للنص اللي قريت لك إياه هسه. ورا نجي على الشغل الجديد والمطلوب.
هنا درسكم اليوم على المفردات خاص بسؤال الإملاء. الدرس مهم للرابع والخامس والسادس إعدادي، فدائما مدرسيكم رح يجيبون منا أسئلة لأنه هذا الدرس موجود حرفيا بالسادس إعدادي. شنو يعني prefixes و suffixes؟ كلمة affixes هي الإضافات، prefixes هي الإضافة اللي تجي قبل الكلمة، شلون happy unhappy، lucky محظوظ unlucky ما عنده حظ، تعكس بإضافة قبل الكلمة. بينما suffixes الإضافات اللي بنهاية الكلمة مثل الإيدي، مثل S الجمع، مثل ING، هاي نسميها suffix. التسمية مهمة على طالب الرابع والخامس والسادس أن يعرفها. فش راح نقول الإضافات للprefix عندنا والsuffixes شلون؟ هذا حكي اللي هسا قلت لك إياه. يقول مثلا عندي كلمات patient صبور، impatient قليل الصبر، hydrate dehydrated، hydrated أو dehydrated بمعنى التجفيف. عندك أيضا care وحدها مهتم، careless و careful، عندك إضافتين. careful تخلي الكلمة معناها حذر مهتم جدا، careless تخلي الكلمة معناها لا مبالي. عندك pain ألم، painful تخلي الكلمة معناها مؤلم، بينما painless ما بي ألم. تقسم الإضافات إلى نوعين، الحكي اللي قلته هسه بالبداية. أهم الإضافات اللي عندكم ركزوا وياي، إضافة M و N و D E و R E. ال R E إضافة تقصد أنه ده تطلب الطلب إعادة الفعل، يعني مثلا write يكتب، من تقول rewrite يعني أعد كتابة، read اقرأ، reread أعد قراءة. أوكي، بالنسبة لل D E تعكس المعنى، يعني hydrated dehydrated. hydrate اللي هو الابتلال يتبلل، بينما dehydrate التجفيف. forestation عملية forest الغابة، deforestation إزالة الغابة. frost من التجميد، defrost تذويب. عندك مثلا oxygenation، deoxygenation تفريغ الأكسجين تقليله. نكمل، شوف الأمثلة اللي عندك. الآن أغلب الصفات طلاب تنعكس بآن، happy unhappy، lucky unlucky، fit لياقة unfit ما عنده لياقة أغلبية. الام بها قاعدة حلوة، هذه تجي تعكس الصفة اللي بادية بحرف البي أو الام. إذا الصفة بادية بالبي أو الام اعكسها بام، بس أكو اثنين شواذ هي تجي بالامتحان. تعالوا نشوفها واحدة واحدة هسه. patient صبور بادية بالبي، impatient قليل الصبر. happy سعيد unhappy، hydrate dehydrate تجفيف، وعندك إزالة أو تقليل معنى الإضافة. أما read يقرأ، reread أعد قراءة طلب الإعادة. عندك إضافات meant تسوي الكلمة اسم، measure يقيس، measurement قياس. عندك full تسويها صفة، يعني pain painful مؤلم، careful حذر، help يساعد، helpful متعاون، تسوي الكلمة صفة. ودير بالك الصفة ful وحدة مو دبل ال، ful وحدة. وناس تسوي الكلمة اسم، مثلا happy سعيد، happiness السعادة، sad حزين، sadness الحزن. شوفوا الإضافات هنا أنا تغير الكلمة من فعل إلى اسم أو صفة أو غير ذلك. إذن بدينا هسه بالشغل المهم اللي هو تمارين النشاط. بالنسبة للبداية هاي نشاط صفي، البداية ورقم واحد ما مطلوب، رقم بي لأن القطعة مو من ضمن المطلوبات للامتحان التحريري ما تجي أسئلتها، بس يجوز الأستاذ يطلبها منك بسؤال القواعد بالنصيحة، فرح نقراها. النصيحة اذكر لي الريزن السبب مالتها، الadvice and show the reason وبين السبب. شلون؟ find something you will enjoy، جد شيء رياضة إنه أنت ممكن تستمتع بها وتحبها. ليش؟ why tell me the reason، شنو السبب؟
على مود you will not stop doing it after a short time، حتى لا تبطل تلعب الرياضة. Exercise with a friend، ليش تمرن ويا صديق؟ على مود you will keep doing the exercise، حتى تبقى تمارس التمرين وما تبطل. رجع وراها ايش قال لك؟ حسب اللي قاله إبراهيم، why do many people get injured when exercising؟ ليش كثير من الناس يصابون أثناء التمرين؟ لأنهم قليلين حذر، لأنهم careless، بس للإطلاع ما عندكم شغل بيها. أيضا هنا عدد لي قائمة بالأدفايس on how to avoid injuries، كيف أتجنب الإصابات، وهاي أيضا مذكورة عندك وهي شفوي لأن النص غير مطلوب للامتحان التحريري كسؤال وجواب. وإجينا طلاب على التمرين الرابع، list إبراهيم advice on how to avoid injuries، عدد النصائح اللي قالها إبراهيم على مود نتجنب الإصابات، وأيضا مثل ما قلت لك لأن الدرس ما مطلوب امتحان تحريري فنعتبره نشاط صفي، وترجع تعددها مثل ما قبل شوية قريتها وياك. إجينا على التمرين اللي هو فعلا مهم جدا للامتحانات، حتى حفظوهن إملاء للكلمات، لا تكتفون بس إنه تجيكم اختيارات، تجي اختيارات وممكن نستفاد منها بسؤال الإملاء. عندك أول شيء هنا الاختيارات قدامك وهاي الكلمات، وهاي أكثر شيء أقدر أكبرها. محمد is فراغ، he is not afraid of anything، ما يخاف. فش اختارين؟ fearless، fear الخوف، fearless لا يخاف. عندك parrots الببغاء have very colorful feathers، feathers اللي هو الريش، إذن ألوان الريش مالتها colorful ملون. This puzzle هاي الحزورة أو الأحجية is impossible to finish، possible ممكن، impossible مستحيل. He is alone and friendless، he is alone هو وحيد، وfriendless ما عنده أصدقاء، بدون أصدقاء. My bilingual dictionary القاموس مالتي ثنائي اللغة is very useful، مفيد جدا. 10 years ago قبل 10 سنوات many people lived there، كانوا هنا ناس هواية عايشين. But it has become depopulated، populated من السكان، population نسبة السكان، depopulated يعني مهجورة ما بيها ناس، فارغة. وعندك a man stepped on my foot and didn't say sorry، واحد داس على رجلي وما اعتذر. He was very impolite، عكس polite impolite. قبل ما أكمل شرح قلت لكم حكاية قبل شوية، قلت لك الصفات اللي بادية بالبي، ودير بالك هذا حكي الامتحانات، اللي بادية بالبي أو بادية بالأم شلون ننفيها؟ نحط لها أم، صح لو لا؟ polite impolite، possible impossible، moral عند أخلاق immoral. ما عدا دير بالك على اثنين ورح أكتب لك إياهم بالأحمر. عندك pleasant، pleasant يعني مسرور، العكس مال pleasant طلاب unpleasant. ودير بالك ترى الإضافة تبقى جزء من الكلمة، يعني ماكو space، ماكو مسافة بين الإضافة والكلمة، ماكو. إذن unpleasant. وعندك pop يو لا، شعبي شائع محبوب، عكسها unpopular. إذن كل الصفات الـ P والـ M تنفى وتنعكس بإضافة M، ما عدا اثنين مبتسمين وفرحانين جدا، من هم ذولا الاثنين اللي هم سعداء؟ النفي مالتهم بالـ UN بالـ UN، من هم ذولا الاثنين؟ ذولا popular وpleasant، العكس مالتهم بالشنو؟ باليو ان، يو ان unpopular unpleasant. نرجع هسه نكمل التمرين. يقول سوينا مفكرة هنا bullet journal، يعني شنو bullet journal؟ هي bullet يعني رصاصة طلقة، لكن bullet journal فشي يساعدك تتذكر، تحط مثل دفتر ملاحظات، تكتب ملاحظاتك وتثبت انت شنو الاشياء اللي تريد تتذكرها. عندك هنا كلمات ثمانية نريد نحفظ املاءها قبل وبعد الاضافة. use الصفة مالتها شنية؟ useful. end endless بلا نهاية. عندك reorganize، organize ينظم، reorganize اللي هي معناها اعادة تنظيم. de-stress، stress يعني توتر، de-stress يقلل التوتر.
patient صبور impatient بادي بالبي عندك discover يكتشف rediscover إعادة اكتشاف success النجاح successful ناجح وعندك hope بأمل hopeless بلا أمل هاي نمسحها hopeless يعني بلا أمل حفظ إملاء الكلمات وهنا طلابي الحمد لله انتهى lesson 6 ونلتقي إن شاء الله بالدرس القادم مع lesson 7 thank you